يعطي مذاق للمباراة. محاولة خطيرة في الجهة اليمنى، كاينش تسلل يسدد. اوي 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 ودو على مثل هذه الحركات بعد تسجيل الأهداف. هدف جميل جدا. محاولة خطيرة في الجهة اليمنى لصالح فريق شباب المحمدية، خطيرة جدا. هدف رائع يسجل ضد مرمى طاش نور الدين سندود، وهو من الوداد إن خرجت وبحثت عن الكرة في الخط الأمامي، تركت الممرات كما تحدث الآن. كرة من جديد، فرصة داخل منطقة العمليات، ولكن يبدو أن هنالك لصالح فريق شباب المحمدية. محاولة التمرير، فرصة على مستوى خط الوسط. عرافي الآن كيحاول يقوم بالتمرير، تمريرة ممتازة من الجهة اليسرى، ولكن هنالك التغطية المتألق في صفوف فريق الوداد. طبعا تدخل ديال يعني المستوى ديال المقابلة، وأيضا التفكير ديال اللاعبين كيبقى منصب على تقديم دائما عرض كبير، لانهم عارفين انهم تحت الضغط ديال الجمهور كيتابع المقابله، وايضا المدرب ومجموعه من الامور. وامر ثاني هو انه كتلعب ضد فريق كيلعب القسم الوطني. تنطلق على مستوى خط الوسط بمراوغات فريده بديعه من جانب مدينه الزور. خلال الامور تمشي بالنسق العادي. تابعوا هذه المحاوله، فرصه شقيقة على بداية الجولة الثانية. محاولة من جانب فريق شباب المحمدية من الجهة اليسرى، الاعتماد على الخطوط الأمامية للقيام بهجمات متواصلة ومستمرة على الجهة اليسرى من عادل الحفاري، ينطلق في اتجاه عرافي، تمريرة للجهة اليمنى، تسجيل لا يضيع إلى خارج أرضية الملعب. المادي عرافي يريد أن يسجل في هذه المباراة، كان يمكن التمرير أمام لاعب فنار في حوار الكبار، من سيمر، من سينتصر، من سيكون الحاضر؟ انطلاقه من الجهه اليسرى الفاري عادل يبحث عن المراوغه، فرصه ممتازه جميله الان لصالح فريق شباب المحمديه، وكان الاحتفاليه ربما تقترب، لكن من سينتصر؟ كوره ملعوبه داخل منطقه العمليات، تحضير زكريا الهلالي يبعد الخط. محاوله شاهدونا فرص من جانب فريق عادل الحفاري، كيوقف الكره ديالو كيبحث على التمرير. زكريا الهلالي كيبحث على القيام بالتغطيه، تمريره ممتازه في الخط الامامي، ولكن هنالك تغطيه من جانب عن فرصه في اتجاه عادل الحفاري. بكر الهلالي، تحضير عادل الحفاري اماميه في اتجاه عرافي، كينزل الكره ديالو، محاوله للانطلاق يجب المسانده. تابعوا هذه المحاوله على مستوى الخط الامامي، فرصه ملعوبه بشكل جيد، عادل الحفاري كينطلق، محاولة التمريرة والدخول داخل منطقة العمليات، خطيرة خطيرة، فرصة قوم كبير وكبير. مباراة غاية في الروعة. شوف المرور، التمريرة في المقاس ما كاينش تسلل، جزما ما كاينش تسلل، ثم وضع الكرة في شباك الحارس نادر المياغري.